فرصة طيبة اليوم ونحن نفتتح فرع البنك المركزي بمدينة تعز. بالأمس تلقيت توجيهات من فخامة الأخ الرئيس بفتح البنك وارتباطه مع المركز الرئيسي بعدا. وفتح البنك اليوم يعني أن تجبى الإيرادات إلى البنك، أن كل الأموال العامة تودع في هذا البنك وتصرف بطريقة قانونية. أنا على ثقة أن الأخ القائم بأعمال مدير البنك سيؤدي دوره كما يجب، وأنا على ثقة أن كل المسؤولين في السلطة المحلية وبقية المكاتب سيتعاملوا بمسؤولية مع هذه الإيرادات. فتح البنك بالنسبة لمحافظة تعز مثل ما سمعت منهم تعني شيء كثير. فتح البنك معناته ارتباطنا بالحكومة. يجب على أي واحد كان يجبي أي مبالغ ما يعني مالية بدون وجه حق وخلافا للقانون، من اليوم وصاعدا لا يجوز إطلاقا، ولن نسمح لأي شخص بجباية هذه الأموال. هذه الأموال ستدفع إلى البنك المركزي من أجل تذهب في الاتجاه الصحيح، تذهب في النفقات التشغيلية، في المجال الصحي، في المجال الخدمي، في المجالات الأخرى. ونحن نختتم زيارتنا لهذه المحافظة الصامدة، لم يبقى إلا أيام إن شاء الله. نحن ننوي ألا نذهب من هذه المدينة إلا بعد أن يصدر أول جواز أو إعادة إصدار الجوازات من محافظة تعز، بحيث أن الجواز بدلا أن يذهب أي المواطن يعني إلى محافظة أخرى لابد من عودة يعني إصدار الجوازات من هذه المحافظة. لم يتبقى إلا أمور في النية بسيطة إن شاء الله وإصدار الجواز، مثل ما يعني عملنا من أجل أن يفتح البنك المركزي. وبالأمس تواصلت مع فخامة الأخ الرئيس، مع الأخ نائب رئيس الجمهورية، مع دولة رئيس الوزراء، مع الأخ محافظ البنك. وهدفنا من فتح البنك أولا مثل ما قلنا لكم بحيث أنها تذهب هذه الإيرادات إلى البنك المركزي. ثانيا وجود البنك المركزي في محافظة تعز هام جدا ورمزية، أن كل المؤسسة الدولة تشتغل الآن من هذه المدينة الصامدة. المكاتب التنفيذية، السلطة المحلية، البنك المركزي، بقية المؤسسات الدولة تعمل. أنا هنا أريد أن أؤكد على شيء ضروري جدا، لابد من تعزيز دور الأجهزة الأمنية في هذه المحافظة. من مصلحتنا جميعا أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل طيب، ومن مصلحتنا أن نتعاون مع رجال الأمن. الأمور في تعز ولله الحمد يعني في خلال بحوثنا لمدة أسبوعين أنا وزملائي سارت بشكل طيب. إن شاء الله أن الحكومة تنفذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس، وأنا مثل ما علمت بالأمس بأن الأخ الرئيس أصدر توجيهاته للجانب الحكومي بتنفيذ ما جاء في طلباتنا. ما طلبنا يعني مبالغ بصفة عاجلة من أجل إعادة تطبيع الحياة في هذه المدينة وهذه المحافظة، وهذه الأموال ستسخر بطريقة صحيحة بالشراكة ما بين الجانب الحكومي والسلطة المحلية، من أجل أولا دع الأجهزة الأمنية في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالذات من أجل أن تقوم بدورها. ثانيا في مجال الخدمات، هناك يعني في بعض المرافق الصحية عجز في الإمكانيات. الأخ الرئيس تجاوب مع مقترحنا بضرورة دعم هذه المواقع أو هذه المستشفيات من أجل أن تقدم الخدمة للمريض وأيضا للجريح. باسمي وباسم زملائي المرافقين أو ما تبقى من الوفد، لأنه جزء كبير من الوفد قادر، نشكر أبناء محافظة تعز فردا فردا على تعاونهم معنا. ونحن إن كنا في تعز فهذا واجبنا، وهذا جزء قليل من واجبنا. احنا اقل ما قدمنا الذي في جبهة القتال والذي يقدم دمه هو افضل مننا، وهو قدم اعز ما لديه، اما نحن عبارة عن جهد بسيط، هذا جزء من واجبنا. الشكر كل الشكر ليس للوفد الحكومي، الشكر لابناء تعز على تفاعلهم وعلى تعاونهم، وسنشكرهم ايضا كثيرا عندما يتعاونوا من اجل تعزيز دور سلطة الدولة وسلطة الحكومة في هذه المحافظة العزيزة الغالية. تعز باقية واليمن باقية، وهذه الميليشيات ستذهب يعني إلى غير رجعة،
وسيذكر التاريخ ان ابناء تعز صمدوا صمود الابطال في وجه هذه العصابه الباغيه، وسيكتب التاريخ ايضا بان هذه العصابه الاجراميه ارتكبت جريمه العصر في حق ابناء شعبنا وحق وطننا. شكرا جزيلا لكم، وانا على ثقه ان الاخ القائم بالاعمال سيؤدي دوره، سوف اتواصل مع الاخ فخامه الاخ الرئيس ابلغه باننا يعني افتتحنا البنك رسميا او فرع البنك رسميا حسب توجيهاته، وايضا سوف اتواصل مع الاخ رئيس دوله رئيس الوزراء والاخ محافظ البنك من اجل نعم البنك يعني مستقل ونحن لكنه جزء من سلطات الدوله، ونحن نعمل كلنا من اجل عوده الحياه الى محافظه تعز. سنتواصل مع الاخ محافظ البنك في القريب العاجل ان شاء الله، سنبدا اليوم ومع الايام سيعود الوضع الى وضعه الطبيعي في هذا البنك، وان شاء الله تجدونا في محافظات محرره قادمه ان شاء الله. يعني وليس بقريب ان شاء الله ستجدونا في اب، في ذمار، في كثير من المحافظات ان شاء الله قريبا ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم يوم تاريخي للبنك المركزي ولتعز بشكل عام. اليوم يعود البنك المركزي ليزاول أعماله بصفة كاملة بإذن الله عز وجل في تحصيل إيرادات الدولة وإيداعها للحسابات الحكومية كما هو في الجهة القانونية في القانون اليمني المالي، وسيتم أيضا صرفها في أوجهها وفي الأوجه الخاصة بالقانون بطريقة صحيحة وسليمة إن شاء الله عز وجل 100%. ستنتهي المعاناة في تعز في قضية تحصيل إيرادات وصرفها في بما كان يتم بالشكل السابق بإذن الله عز وجل. أيضا البنوك المصرفية ستبدأ الآن بوجود البنك المركزي، هو حلقة وصل بين البنوك التجارية والإسلامية في تعز، مما يعني ازدهار هذه العمل المصرفي والقطاع الاقتصادي في تعز بإذن الله عز وجل. المعوقات كانت هناك معوقات، لكن الآن بإذن الله عز وجل وبجهود الأستاذ علي المعمري حفظه الله محافظ المحافظة ومحافظ البنك المركزي أيضا، والأستاذ عبد العزيز قباري نائب رئيس الوزراء، تم تذليل كافة المعوقات بإذن الله عز وجل. هناك معوق معنا قضية السيولة، وهي عائق في الجمهورية اليمنية بشكل عام، البنك المركزي يعاني منه بشكل عام، والقطاع المصري وجود السيولة وانعدامها يعني أو ضآلتها، هذه بإذن الله سوف نحاول أن نتغلب عليها مع الوقت. من يوم غد بإذن الله سيتم بدء التوريد بصفة قانونية وكاملة بإذن الله. ما هي الصعوبات دخول السيارة المالية لا هذه لأن الآن موجود خط مباشر من تعز إلى العاصمة عدن ومؤمن وتحت السلطة الشرعية، لا يوجد لدينا أي عائق بهذا الجانب بإذن الله عز وجل. شكرا لك.